برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، أقامت الجامعة اللبنانية كلية العلوم الطبية حفل افتتاح المؤتمر الطبي الرابع بحضور النائب ميشيل موسى ممثلا الرئيس بري، رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، نقيب الأطباء في لبنان يوسف بخاش، ممثلين عن وزيري الصحة والتربية فراس الأبيض وعباس الحلبي، عميدة كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية الدكتورة سعدة علامة ومدراء الكليات وأطباء وخبراء وخريجين. النائب موسى اعتبر أن هذا المؤتمر تأكيد على ريادة الشعب اللبناني ومقاومته بكل الوسائل، وندعو إلى وقفة لبنانية واحدة تسقط الخلافات وتنصرف إلى انتخاب رئيس للجمهورية بما يعيد الانتظام إلى عمل المؤسسات الدستورية من أجل توفير الحماية لوطننا في الداخل وعلى الحدود. وأشار المؤتمرون إلى أهمية المؤتمرات الطبية المشتركة دوليا في تعزيز القدرات والتقنيات الطبية. إنني على ثقة تامة بأن هذا التجمع العلمي الذي يضمه مؤتمركم يمثل فرصة استثنائية لتبادل المعرفة والخبرات، كما سيسلط الضوء على أحدث الأبحاث والتطورات في تشخيص وعلاج الأمراض. يمكن هيدي مناسبة أنه نحن نتكل عليكم أنتم المنتشرين وأنتم السفراء، سفراء لبنان بكل دولة بكل مدينة بكل قارة، أنه أنتم توصلونا آخر الخبرات وآخر التقنيات. بدورها أكدت علامة أهمية الاعتماد على الخريجين الناجحين في المضي قدما بمستقبل الجامعة. نحن نعتمد على الخريجين الذين يقفون خلف الكلية ويدعمونها في جوانب عدة، سواء محليا أو دوليا، كدعم الطلاب بشكل مباشر لها أو دعم الأفكار المبتكرة في الكلية. أحد أهداف المؤتمر هو إعطاء رؤية للنجاح الذي حققه خريجونا، والأهم من ذلك أنه يبني جسورا قوية للمستقبل، سواء على المستوى المؤسستي أو الفردي. وأعلنت أن الكلية أنشأت مكتبا لتسهيل التواصل بين الطلاب والخريجين.